قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أكيد حضراتكم مشتاقين كل يوم، يا ترى الرحلة بكرة هتكون فين ورايحين فين، وهنحود ونرسى على أنهي كوكب إن شاء الله. كوكب لله دي مفاجأة، يلا نستعد بفضل الله، ما فيش وقت، نركب سفينة الفضاء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. طالعين ما شاء الله، الكون حوالينا كله بيسبح بحمد ربنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. قربنا من الكواكب، يا ترى هنختار ننزل على أنهي كوكب النهاردة؟ قدامنا كوكب جميل قوي، أنا هختاره لكم النهاردة، كوكب محتاجينه بجد بشدة في هذا الزمان بالذات، كوكب العفو. محتاجين نعفو في زمن قل فيه من يعفو. تعالوا نشوف ونتعرف على سكان الكوكب، وتعالوا نقرب منهم أكتر ونشوفهم ونتعلم منهم، ونشوف قد إيه الناس ديت كانت قلوبها مليانة عفو. الله أكبر، حاجة لا تخطر على قلب بشر. أكيد محتاجين إن أول قصر نعدي عليه، ما دمنا جبنا سيرة العفو، محتاجين نعدي على أكتر قلب عفا في الدنيا دي كلها، على أكتر قلب سامح وتجاوز عن يعني ظلم العباد. تعالوا نعدي على قصر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، بس بعد ما تصلى عليه. تعالوا نشوف قصر النبي، قصر النبي أجمل وأبهى قصر في كوكب العفو. تعالوا نشوف النبي عفى إزاي، تعالوا نشوف صور مشرقة مع بعض يعني للإزاء اللي شافه النبي، وإزاي النبي كان بيعفو صلى الله عليه وسلم. أكيد حضراتكم يا ما قريتوا يا ما سمعتوا من الدعاء ومن المشايخ والعلماء إن النبي اتأذى كتير جدا، رموا سنة الجزور على ظهري، رموا التراب فوق راسه، كسروا رباعيته، شقوا جبينه، نزفت الدماء الشريفة من جسدي، طرد من مكة صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. 9 مؤامرات يا مسلمين تتدبر لقتل النبي، ورغم ذلك يعفو. اتعرض يعني لشتى صور الإزاء، ورغم ذلك كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تمر الأيام أخويا وحبيبي أخت الفاضلة، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية لمكة فاتح المنتصر، لا ينتقم ولا يعاتب ولا يعمل أي حاجة، ينظر إلى المشركين وهم في غاية الذل والمهانة، يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وآله وسلم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، والله الذي لا إله غيره. لو واحد غير النبي لكان علق لهم المشانق، لكان دبحهم كلهم، وكان ليه حق بعد كل اللي عملوه معاه، وبعد حرب دامت 23 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن كان حد يسيبهم، لكن النبي كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صورة تانية مشرقة من عفو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حضراتكم أكيد عارفين وسمعتوا يا ما سمعتوا عن رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول. تخيل أن في يوم من الأيام لما ابنه أسلم، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وصلوا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقتل أبوه. فطبعا هو ما كانش عايز يقتله ولا حاجة، بس هو راح للنبي قال له يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل أبي اللي هو رأس المنافقين، فإن كنت تريد فأنا آتيك برأسي حتى لا يقتله مسلم من المسلمين، ثم أغضب وأقتل هذا المسلم فأكون قد قتلت مسلما بكافر. يعني سبحان الله، شوف فكره وصل درجة إيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد قتله، بل نعفو عنه ونتألف قلبه، إني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وفي يوم من الأيام عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى
المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، وكان يقصد بنفسه الأعز ويقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه الأذل إذا بابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول يقف على مدخل المدينة ويمنع أبو يخش، يقول له والله لا تدخل حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم من هو الأعز ومن هو الأذل. ويسمع النبي بالخبر ويأتي إلى ابنه ويقول دع أباك يدخل المدينة، ثم أذن له صلى الله عليه وسلم في دخول المدينة رغم كل اللي عمله ده كله. يجي بعد كده تمر الأيام، وفي يوم غزوة أحد يرجع عبد الله بن أبي بن سلول بتلت الجيش ويعرض النبي لموقف شديد جدا جدا، يعني موقف في غاية الحرج، إن زي تلت الجيش يرجع ويخذل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يعفو عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام كمان ويجي يوم غزوة بني المصطلق، وهم راجعين عبد الله بن أبي بن سلول يتهم أمنا عائشة بأنها فعلت الفاحشة مع صفوان بن المعطر السلمي، ورغم ذلك عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قام النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ودعا له، وإذا بقول المولى عز وجل ينزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يا سلام، شفت أدي رحمة النبي، شفت أدي عفو النبي. تعالوا نشوف صورة ثالثة وربعة وعشرة وصور عفو النبي لا تنتهي أبدا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. لك أن تتخيل واحد كان رايح يقتل النبي مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة بل أربع مرات. ثمامة بن أثال، الحديث في البخاري ومسلم، ثمامة بن أثال أربع مرات يحاول يقتل النبي، وفي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان مخرج سرية من الصحابة فأسروا ثمامة بن أثال وكان رايح يعتمر. طبعا المشركين كانوا بيحجوا بيعتمروا، لكنهم كانت المسألة تفرق بس في التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فسبحان الله كانوا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فأسروا أثامة بن أثال وهم لا يعرفون أنه ثمامة بن، طبعا ثمامة ده كان رجل له مركز كبير جدا، كان سيد أهل اليمامة، وأهل اليمامة أو منطقة اليمامة بالنسبة لأهل مكة تعتبر كالريف للمدينة، يعني هم اللي بيجيبوا لهم الخضروات والفاكهة والأكل والشرب وكل حاجة تأتي من اليمامة، يعني هم مصدر الغذاء الأساسي لأهل مكة. فجاء ثمامة بن أثال مأسورا والصحابة ما عرفش أنه ثمامة، وربطوه في سارية في المسجد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصلاة فوجد ثمامة مربوطا في سارية المسجد، فقال النبي أتعلمون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله، قال إنه ثمامة سيد أهل اليمامة صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فلم يرد عليه النبي، ولكن قال للصحابة أكرموا مثواه، اكرموا هذا الرجل. وإذا بالصحابة جميعا يأتون بالطعام والشراب والفاكهة واوا، وكل واحد بقى بيكرمه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني ماذا عندك يا ثمامة؟ برضو نفس الكلام. في اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. وإذا بالحبيب نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول لا نريد شيئا، أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوا ثمامة وإذا بثمامة يسير غير بعيد إلى حائط من النخل ويغتسل ويرجع مرة أخرى إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال للنبي والله يا رسول الله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. ثم قال يا رسول الله إني كنت قد نويت على العمرة فماذا أصنع؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح أي بشره بالجنة، أو بشره بأن الإسلام يجب ما قبله، أو بشره بالجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم فبشره، فذهب ثمامة ودخل مكة كأول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة ملبيا تلبية الموحدين، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يدخل مكة ملبيا فسمع المشركون من هذا الذي يلبي؟ قالوا إنه واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقبضوا على ثمامة وظلوا يضربونه حتى جاء العباس عم النبي وقال ماذا تصنعون؟ ألا تعلمون من هذا؟ إن
إنه ثمامة سيد أهل اليمامة، وإذا بثمامة يقول: والله يا معشر قريش، والله لا يصل إليكم حبة حنطة أي حبة قمح حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعم يضرب حصار اقتصادي كامل على كفار قريش حتى أكلوا العلهز. والعلهز هو الوبر بتاع الإبل إذا خلط بالدم وشوي على النار، كانوا بيأكلوه. تخيل هؤلاء القوم المرفهون المنعمون اللي كانوا بيذبحوا في يوم بدر كل يوم 10 جمال، ورغم ذلك أكلوا العلهز الوبر بتاع الإبل. فقدر المولى عز وجل أن هم يبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد إنك لتصل الرحم وتفعل وتفعل، فسل ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميرة. فأمر النبي ثمامة وقال: خلي بينهم وبين الميرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أكيد أنتم مشتاقين لصور تانية وتالتة وعشرة لعفو النبي، تعال نشوف صور تانية بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، في يوم فتح مكة بالتحديد، كما ورد عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس جميعا إلا 4 من الرجال وامرأتين، يعني كل الناس في أمان، لا أحد سنتعرض له إلا 4 من الرجال وامرأتان. إلا الست دول إذا وجدتموهم ولو متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. فلك أن تتخيل بقى، يعني مجرمي حرب عملوا جرائم النبي ما قدرش ان هو يعفو عنهم ابدا. واذا بهؤلاء الاربعه اللي النبي لم يعفو عنهم، اللي هم مين؟ اللي هم عكرمه بن ابي جهل ومقيس بن صبابه وعبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد بن ابي الصلح. عبد الله بن خطل لما ارادوا ان يقتلوه ذهب الى البيت الله الحرام وتعلق باستار الكعبه فقتلوه. ومقيس بن صبابه وجدوه في السوق فقتلوه. وعكرمه بن ابي جهل فر في البحر. وعبد الله بن سعد بن ابي الصرح اختبأ عند اخيه في الرضاعه اللي هو عثمان بن عفان، ولما جاء وقت البيعه خرج مع سيدنا عثمان، واذا بسيدنا عثمان يقول له: بايعه يا رسول الله. فيأبى النبي، فيستدير من الناحيه الثانيه يقول له: بايعه يا رسول الله. فيأبى النبي في المره الثالثه، قال: بايعه يا رسول الله. فبايعه النبي. فلما انصرف عثمان وسعد بن ابي وعبد الله بن سعد بن ابي الصرح، قال النبي لاصحابه: اما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله؟ فقال: يا رسول الله، وما الذي أدرانا بذلك، أو ما الذي أدرانا بما في نفسك؟ هل أومأت إلينا يا رسول الله، يعني عملت لنا علامة كده، هل أومأت إلينا يا رسول الله حتى نقتله؟ فقال النبي: معاذ الله، ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وتمر اللحظات، وعكرمة بن أبي جهل زوجته اللي هي أم حكيم تأتي إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسلم بين يديه وتقول له: يا رسول الله، ألا تعفو عن عكرمة حتى يأتي فيسلم بين يديك؟ يقول: قد عفوت عنهم. عكرمة في اللحظة دي يا جماعة كان فين؟ راح لما عرف أن النبي داخل مكة، خلاص قال: أكيد أنا هتقتل، ده أنا 21 سنة عداء ضد النبي، وأنا مين؟ ده أنا ابن أبي جهل اللي هو فرعون هذه الأمة. وإذا بعكرمة يركب سفينة في البحر، فقامت الأمواج وهاجت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق. فإذا بربان السفينة يقول: أيها الناس، إنه لا يغني عنكم في هذا المكان آلهتكم التي كنتم تعبدون، الأصنام والحاجات دي مش هتنفعكم هنا، وإنما لا ينجيكم إلا الله الذي في السماء. فقال عكرمة: سبحان الله، إن كان لا ينجيني في هذا المكان إلا الله، فوالله لئن نجاني الله عز وجل لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولأضعن يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. ينزل عكرمة بعد ما ربنا ينجيه، وينزل على الشط، أم حكيم اللي هي زوجته رايحاله على الشط، ويتقابلوا هما الاثنين. لا يمكن أحسن مخرج في العالم يقدر يصور المشهد الجميل ده، الاثنين يتقابلوا على الشط، تقول له: النبي في انتظارك، قد عفى النبي عنك. ويذهب عكرمة وهو يبكي ويقف أمام النبي يقول: يا رسول الله، أيعفو الله عما سلف؟ قال: أجل يا عكرمة، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبلهم؟ وإذا بعكرمة يقول: والله يا رسول الله، ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. ووقف عكرمة مجاهدا عابدا طائعا لله حتى رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن دنيا الناس، ومات وهو راض عن عكرمة. ويدخل عكرمة في الفتوحات الإسلامية إلى أن جاء في يوم معركة اليرموك، ورأى الناس قد يعني تجرأوا على المسلمين، فإذا بي يقول: سبحان الله، أكنا نقف ونقاتل رسول الله والآن نفر أمام أعداء الله؟ والله إن هذا لا يكون. من يبايع على الموت؟ فيبيع 400 واحد وقفوا يقاتلوا أمام الحديقة، ويخر عكرمة
ميتا وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف قد ايه صور عفو النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف عفو صورة تانية من عفو كما عند البخاري. مين اللي سحر النبي يا جماعة؟ الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه لبيد بن الأعصم، رجل يهودي، ورغم ذلك علم النبي بذلك. لما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بمن الذي عمل له هذا السحر وأين كان مكان السحر، وإذا بالنبي يعفو عن لبيد بن الأعصم. مين اللي حطت السم للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر؟ زينب بنت الحارث، هذه المرأة اليهودية التي علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاء فملأته سما، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل فنهس نهسة من الذراع، وإذا بالحق جل وعلا ينطق له الذراع ويقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة، سبحان الملك. والحديث رواه البخاري. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعفو عن هذه المرأة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لو قعدنا نتكلم من هنا لحد قيام الساعة عن صور عفو النبي صلى الله عليه وسلم لا أظن أننا ننتهي أبدا. أصحاب النبي تعلموا العفو الجميل الرقيق دوت من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من تعلم منه العفو حبيبه وأقرب الناس إلى قلب النبي أبو بكر الصديق. حضراتكم عارفين إن أبو بكر الصديق كان بينفق على رجل اسمه مصطح ابن أثاثة، كان يربطه بينه قرابة وكان ينفق عليه، عمله مرتب شهري يعني. فلما جاءت معركة بني المصطلق أو غزوة بني المصطلق وخاض الناس في سيرة أمنا عائشة وجاءت حادثة الإفك، كان مصطح بن أثاثة ممن خاض في عرض أمنا عائشة. فلما علم أبو بكر بذلك حزن، رجل أنا بأنفق عليه كل يوم كل شهر بديله مرتب ويتكلم في عرض ابنتي الحبيبة عائشة أم المؤمنين، وإذا به يقطع النفق عن مصطح، فينزل قول المولى عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فبدأ النبي يتلو هذه الآيات على مسمع أبي بكر الصديق، والحديث في البخاري ومسلم. فلما تلاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، فعاد ينفق على مصطح بن أثاثة مرة أخرى. يقول عثمان بن عفان كلمة تنقش على الصدور بماء الذهب، قال أستغفر الله إن كنت ظلمت، أستغفر الله إن كنت ظلمت وقد عفوت إن كنت ظلمت. الله، حد يعرف يقول الكلمة دي؟ تعرف تخليها شعار ليك في حياتك؟ أستغفر الله إن كنت ظلمت، حد أستغفر الله وقد عفوت إن كنت ظلمت. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب سبحان الله يعني الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتله هذا الرجل المجرم عبد الرحمن بن ملجم سبحان الله قام الصحابة يريدون قتل هذا الرجل، وإذا بعلي بن أبي طالب ينهاهم على يعني ذلك ويقول لهم علي بن أبي طالب أحسنوا نزولهم. ده بيقول عن مين؟ ده بيقول عن رجل لسه قتله، وعلي بن أبي طالب في بداية سكرات الموت بيقول أحسنوا نزله وأكرموا مثواه. يا سبحان الملك، فإن أعش فأنا أولى بدمه عفوا أو قصاصا، وإن أمت فألحقوه بيقتلوه أخاصمه عند رب العالمين ولا تقتلوا سواه إن الله لا يحب المعتدين. يا الله على الإنصاف، ودي مش عجيبة على علي بن أبي طالب اللي قال كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح موقوف على علي بن أبي طالب أنه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. كان في قصة بقى أغرب من الخيال، والله أنا لما بذكرها بلا مبالغة إخواني والله الذي لا إله غيره جسمي بأشعر. كان سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه ابن حواري رسول الله وابن يعني وابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. فإذا بعبد الله بن الزبير كان عنده أرض بستان جنب الأرض بتاعته على طول، أرض خاصة بمعاوية بن أبي سفيان، وكان ساعتها معاوية بن أبي سفيان كان أمير المؤمنين. خد بالك بقى، شوف اللقطة الجميلة المؤثرة جدا جدا. عبد الله بن الزبير كان العمال بتوع معاوية عشان يخشوا أرض معاوية لابد ان هم يعدوا في وسط أرض عبد الله بن الزبير بدون قصد، هم ما يقصدوش الأرض بتاعته بعديه، فلازم يعدوا من أرض معاوية. وإذا بعبد الله بن الزبير وكان رضي الله عنه وارضاه شديد يعني شوية، فأرسل رسالة لمعاوية بن أبي سفيان يعني قال له كلام صعب قوي. قال يا ابن آكلة الأكباد، اللي هي عند هند بنت عتبة اللي أكلت جزء من كبد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، قال يا ابن آكلة الأكباد إذا وصلتك رسالتي
فاكفف عمالك عن أرضي وإلا رأيت مني سوءا. يعني الكلام كله تهديد، وطبعا غير ان هو يعني شتم امه يعتبر، يعني يا ابن اكله الاكباد. وصلت الرساله، خد بال حضرتك، عبد الله بن الزبير هو ابن حواري رسول الله، لكن هو في اللحظه ديت كان رجل من عامه المسلمين، فازاي يتجرأ على امير المؤمنين؟ تخيل لو حضرتك لو حاكم دوله واحد بعت له بيقول له يا ابن اكله الاكباد افعل كذا او لا تفعل كذا، مين في الدنيا يتحمل هذا الكلام؟ واذا بمعاويه بن ابي سفيان يقول لابنه بقى يزيد بن معاويه بن ابي سفيان، يقول له يا يزيد ما رايك في هذا الكلام؟ ترى ماذا اصنع معه؟ قال ماذا تصنع؟ يعني بكلام مش محتاج موضوع، يعني فهم ازاي؟ قال ارسل حالا من ياتيك براس هي دي محتاجه على طول، اقطف رقبته وهاتهولك، يعني فهم ازاي؟ فاذا بمعاويه بن ابي سفيان، وكان رجل حكيم جدا، حتى يقولون يعني ايه دايما كان يسموها شعره معاويه، انه كان يعني ما بيخسرش حد، فهم ازاي؟ كان دايما يحافظ على الود بينه وبين الناس. فقال ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رحما؟ قال ما هو يا أبتاه؟ يزيد بيقول لي، يزيد بيقول لوالده، فبيقول ما هو يا أبتاه؟ فقال معاوية بن أبي سفيان انظر إلي، فكتب يا ابن حواري رسول الله. الله أكبر، شوف عبد الله بن الزبير بيقول له إيه؟ بيقول له يا ابن آكلة الأكباد. يوم معاوية يرد عليه يقول له، يقول له يا ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن ذات النطاقين. الله أكبر، يعني بيقول له المنقبة بتاعت أبوه والمنقبة الجميلة بتاعت أمه، ابن ذات النطاقين اللي هي شقت نطاقها إلى نصفين عشان تروح توصل الأكل للنبي في يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن ذات النطاقين، يا ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وصلتك رسالتي، والله كلام بقول لك يشرخ القلب، إذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لأتيتك بها والسلام. فلما وصلت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير بكى عبد الله بن الزبير بكاء شديدا مريرا، وندم على تلك الرسالة التي أرسلها إلى معاوية ابن أبي سفيان. أخوي وحبيبي، بعد ما سمعت الصور الجميلة الرائعة ديت من صور العفو الرائع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي، يا ترى حد فيكم ناوي يبني لنفسه قصر في كوكب العفو ولا لسه ما انتش ناوي؟ أخويا وحبيبي، تعال نقدم لنادي من خلال هذه الحلقة دعوة للتسامح. احنا ليه مش بنسامح؟ احنا ليه مش بنعفو؟ ليه دايما بنفكر في الانتقام ونسين ان في آخرة؟ وبعدين انا عايز اقول لك حاجة، انت لما هتعفو وتسامح، والله الذي لا إله غيره، انت مش هتعفو وتسامح عشان انت ضعيف ما انتش قادر، بالعكس ده عفوك ده دليل على قوتك وعزتك. انت هتعفو عشان بتحب ربنا وعشان بتسمع كلام ربنا. قال جل وعلا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. الله اكبر. وقال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان عنده طفل رضيع، وكان عنده ضيف جاله، فالخادم راح يجيب له يعني مشروب ساخن كده، شاي اي حاجه، فراح يجيب له مشروب ساخن، وهو جاي بيقدم المشروب اتكعبل على البساط فوقع بالمشروب الساخن على الطفل الرضيع فمات. فغضب الحسن رضي الله عنه وارضاه فنظر إلى الخادم فقال يا سيدي والكاظمين الغيظ؟ قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس؟ قال قد عفوت عنك. قال والله لا، الموضوع سالك واخد بالك. فقال له والله يحب المحسنين. قال أنت حر لوجه الله. يا الله، شوف النفوس اللي تربت على منهج ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح. فمن عفى وأصلح هياخد إيه يا ربي؟ قال فأجره على الله. ولم يحدد ليه، لأن الأجر هيبقى كبير لا يخطر على قلب بشر. مش هتقدر يا مسلم أن أنت تتخيل مدى الأجر اللي هتحصل عليه لما بتعفو عن الناس. عشان كده قال إيه؟ فأجره على الله، والأجر لم يحدد. أخويا وحبيبي، اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلي عليه، يقول كما عند مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والله لكرر لك الحديث، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كل لما تعفو ربنا يزيدك عزة عنده ويزيدك عزة في قلوب الناس. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم غيظا، واحد اتأذى فكتم الغيظ، أو من كظم غيظا، باللفظين من كظم غيظا أو من كتم غيظا، خد بالك ولو شاء أن يمضيه أمضاه.
خد بالك، دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين من أيها شاء. ها تاخد دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ إذا عايز كلام عايزهم كلهم طبعا يا ربي. يعني إيه؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف يخيرك من الحور العين يوم القيامة تأخذ من أيها شاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. لو سمحت وعفوت ستفوز بعفو الله ورحمته ومغفرته، ولو ما انتأمتش الله يقتص لك من الذي أذاك يوم القيامة، لكن خلاص ويعطيك من حسناته، لكن إذا انتقمت فليس لك شيء في الآخرة. أخوي يا حبيبي عايز أختم بمعلومتين صغيرين. الحاجة الأولية أن من أسماء المولى عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله العفو والغفور. إيه الفرق بين العفو وبين المغفرة؟ المغفرة يعني الستر، ان ربنا لما بيغفر لك يعني ستر لك الذنب، بس لسه الذنب ده لسه موجود مكتوب في الصحيفه، يوم القيامه هتقف بين ايديه هيفكرك بالذنب وهيبكتك لكن مش هيعاقبك. خد بالك هو غفر وخلاص، يعني لن تعاقب على هذا الذنب لكن هيفكرك بيه. اما العفو فهو محو الذنب من الصحيفه، تيجي تلاقي الصحيفه فاضيه ما فيهاش ولا ذنب موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. فالعفو اعظم من المغفره. ولذلك كان دعاء ليله القدر ايه؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، ما قالش اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من نوقش الحساب عذب. الله اكبر. وروايه الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك. مجرد انك تقف تحاسب بين يدي الله هلاك وعذاب ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. هديك مثال بسيط. لو ليك مدير وانت اخطأت اخطاء كتيرة جدا في العمل، فالمدير بتاعك عمل ايه؟ جايب الورق او محتفظ بالورق اللي موجود فيه كل اخطائك، وقال لك: يا فلان مش انت اخطأت فيهم كذا وكذا وعملت كذا وخسرت الشركة كذا وكذا وكذا؟ فقلت له: ايوه يا ست المدير حصل فعلا. يقول لك: خلاص انا مسامحك بس الورق عندي. ده عمل ايه؟ ده غفر لك بس ما عفاش. انما لو جاب الورق اللي فيه كل المشاكل اللي انت عملتها للشركة وقال لك: مش هي دي الاخطاء اللي انت عملتها؟ وراح مولع فيها وحرقها. قال: خلاص نبدأ صفحة جديدة. يبقى كده ايه؟ عفى عنك. فرق كبير جدا انك تيجي يوم القيامة تلاقي الصحيفة بتاعتك مليانة ذنوب ذنوب ذنوب، وفي الآخر بعد ما تقرأ الصحيفة ويكون دمك نشف تلاقي ايه؟ غفرت لك. انما تيجي تلاقي الصحيفة ما فيهاش ولا ذنب مكتوب، الصحيفة فدية خالص بفضل الله. يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى عفى عنك. أخويا وحبيبي كلمة أخيرة عايز أقولها لك: لو كان عندك ذنب كبير نفسك ربنا يغفره لك، ولو كان عندك مرض شديد نفسك ربنا يعفو عنك ويشفيك منه، ولو كان عندك ابن عاق نفسك ربنا يهدولك، او ابن مدمن نفسك ان ربنا يهدولك، او زوجتك تعباك او زوجك تعبك، او عليك ديون نفسك ربنا يقضيها عنك، اعفو عن الناس فربنا يعفو عنك ويرضى عليك ويعطيك ويرفع عنك هذا البلاء، لانك بعفوك عن اخيك فرجت عنه كربة من كرب الدنيا والاخره، فسوف يفرج الله عنك كرب الدنيا والاخره. اخويا حبيبي محتاجين نصفي قلوبنا بالاحقاد، محتاجين نعفو ونسامح، واحنا داخلين على شهر العفو. اغفروا يغفر لكم وارحموا ترحموا. انت لو عايز ربنا يرحمك ارحم الناس، لو عايز ربنا يغفر لك ويعفو عنك ويسامحك اعفو عن الناس عشان ربنا يسامحك ويعفو عنك. ربنا يبارك فيك. تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية لكوكب الأرض، عشان بكرة نبدأ مرة تانية رحلة جديدة لكوكب جديد لكوكب تاني، نعيش في دنيا المثل ودنيا الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتجملون بأخلاق الأنبياء وأخلاق الصالحين والأتقياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني.